الحمد لله جرحك تحسن كثير. ألف الحمد لله. بركي بيوصل الخبر لأخوك بهذا الشيء اليوم، لأنه صار لازم تطلع منه. يكتر خيرك حكيم، هذا واجبنا. تز مرحبا حكيم، تحملوا حالكم وتنزلوا على الخستخانه. بتشوفوا الحكيم وبتسالوا لي عن صحه الزيبا، اذا قالكم تحسن بتوصلوا له خبر للزيبا باي ثمن، وبتقولوا له يعمل حسابه ورح نكبس على الخستخانه ونهربه قبل ما الفرنساوي ينقله. رح نوصلوا على الخبر عقيد. يلا اتكلوا على الله. صار عقيد. يلا شو الاخبار حكيم؟ طمن حكيم، وضعه صار منيح والجرح عم يندمل بسرعه. مكتور الخير، مكتور الخير يا حكيم. اصبح صار لازم يتحرك لانه العقيد ما عاد يصبر اكثر من هيك. انا هيك برايي. الله محيي اصلك. اصبح اسمعوا لكم شو الترتيب. بعد من وشي. يلا خليل. كوا؟ كاسيدي توا؟ ليش عم تحكي؟ سيدنا مثل ما عمل لك، المسلحين قدروا يخلصوا المجرم اللي اعتدى على قافلة المؤونة. وين أنت؟ والشباب اللي معك وين أنتوا؟ سيدي أنا حطيت الحرس على باب الغرفة ورجعت على الحاكمية، بس المسلحين فاتوا قتلوا الحراس وعملوا اللي عملوه. لك لا لك عين تحكي كمان؟ لك طلع من وشي نلع. اعطيني هالدواء اللي اعطانا يا الحكيم. هات سيك عقيد. بسم الله. سيبا ليكو صحي يا رجال؟
اصحى لك اخي اصحى. عينه عينه على التجديد. بسم الله. الحمد لله على سلامتك. الله محيي الزيبا والله. يهنيك بسلامته على جديد. الحمد لله على السلامة زيبا. الحمد لله على بالمغارة. الله وكيلك يا زيبا. العقيد الله يخلي لنا اياه، لا هني له عيش ولا هدي باله لحتى جابك. الله يسلمكم يا رجال، خلي لي اياك اخي بيطول لي بعمرك. الحمد لله على سلامتك اخي. سهير. مور عقيد. الله يحكي مع الزلم. خليهم يجهزوا لنا لقمه، خليه ياكل والحاكم اكل الخستخانه ما بيجي. صار عقيد. يلا. جنس اخي، جنس. شلون حاسس بذراعك؟ احسن اخي احسن الحمد لله. بألف الحمد لله. خلي لي اياك.